امبارح شاهدنا عدد كبير من اليوتيوبرز تجمعوا وسافروا لوجهة واحدة واللي كانت قطر، من بينهم أنس وأصالة، أسامة مغيث، نارين وشيرين، نور ستارز وأحمد النشيط، بيكي وحسين بالمحفوظ، حيث كان من المرجح تواجد رضا الوهابي معهم بقطر، ولكن ولعدة أسباب امتنع رضا عن السفر وعبر عن خيبته من خلال ستوريات انستغرام. وركز الجمهور بشكل كتير كبير من خلال هالسفرة الجماعية عن لقاء اليوتيوبرز اللي كانوا على خلاف، وأكثرهم نور ستارز ونارين بيوتي، ولاحظنا تواجدهم مع بعض من خلال الستوري اللي شاركته بيكي على حسابها على انستغرام. ايش الموضوع؟ احلام العصر. والله مو احلام الظهر وكمان بدون مكيف. وحتى انهم حضروا مباراة الامارات ضد استراليا مع بعض من الملعب، حيث شفنا زعلهم بعد نهاية المباراة بنتيجة 2-1 لصالح استراليا، وانس واصالة شاركوا هالستوري وهم زعلانين. أما رغدة فشاركت ستوري كشفت من خلاله أنها مسافرة اليوم لوجهة مجهولة، وأكدت لقائها بأشخاص مشاهير، ورجح الجمهور عن إمكانية سفرها لقطر والتحاقها باليوتيوبرز هناك. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. جماعة اعذرونا على التقصير بس عشان بكرة مسافرة، عندي كثير كان تصوير اليوم ومبارح، فبس بس السفر بكرة رح يكون كثير متحمسة المرة أسافر، لأنه مرة رح يكون هيك حلو مع ناس حلوة، وبس كنوا جاهزين.